يكبر الإنسان قائما وقاعدا ماشيا وواقفا، يكبر إذا جاء في السوق، يكبر إذا رأى أناسا غافلين، يكبر معتزا بربه الذي خلقه فسواه وشق سمعه وبصره، ولا يستحي ولا يشعر بالخوف، بل يشعر بالعزة وهو يذكر الله، ويشعر أن هذه الأرض التي يمشي عليها والسماء التي تظله، وأن كل مخلوقات الله تفرح بهذا الذكر لله عز وجل.